دي ليلة جميلة، والنهاردة قاعدة حلوة جدا جدا فيها ان احنا بنقول شكرا للناس اللي عملت لنا حالة حلوة على مدار تاريخ طويل وعلى مدار سنين كتيرة. فيها شكرا للناس اللي كتبت لنا حاجات شكلت فينا وعي، وشكلت فينا اخلاق، وشكلت فينا مبادئ، وشكلت فينا ثقافة. وفيها شكرا للناس اللي رسمت صورة للصحاب الحلوين، اللي لما تصاحب صاحب كويس، لما تصاحب صاحب على نفس هوايتك وعلى نفس ثقافتك، تبقى أنت نجم وهو نجم. النهاردة الليلة مليانة نجوم ومليانة أقمار منورة. منورني النهاردة شلة المحلة اللي قدرنا يكون موجود معانا النهاردة من شلة المحلة. منورني الكاتب والقاص الكبير جار النبي الحلو، أهلا بيك يا عم جار، منورني. الله يخليك. كمان الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوي يا أستاذنا، منورني. اهلا بيك. اهلا بيكم. كمان بقى اللي اول مره يكون معايا النهارده الشاعر الكبير محمد فريد ابو سعده، اهلا بيك يا استاذنا. اهلا بيك يا استاذ. خلوني بقى استاذنكم ابدا من استاذ محمد، اول مره طبعاً. ينورني ويشرفني طبعاً. استاذ سعيد كان ضيفي قبل كده، كمان استاذ جار كان ضيفي قبل كده، وبرده دكتور جابر عصفور كان جاي النهارده لظرف صحي ما قدرش يكون موجود، هيكون معانا ان شاء الله على التليفون، بنوجه له التحيه. خليني ابدا معاك يا استاذ محمد. اتفضلي. حكايتك ودخلتك مع الشعر كده والكلام الحلو الكتير، وبعد كده لقينا أعمال مختلفة على مدار التاريخ بتاعك، كانت إيه؟ يا رحلة طويلة جدا. يمكن بدأت مع تالتة إعدادي، الأجازة الصيفية بتاع تالتة إعدادي. أنا كنت بحسب إن الشعر ده خلص اللي في المدارس، لأنه كان كله معظمه عن يعني النابغة مش عارف مين، ما فيش حد من اللي إحنا عارفينهم يعني. لكن اكتشفت يعني ان الشعر ده لسه موجود. لما شفت في مجلة الهلال قصيدة عن لومومبا، طب لومومبا ده احنا بنسمعه وده قريب مننا قوي، وده صاحب جمال عبد الناصر و و و فاكتشفت ان الشعر ده لسه موجود. امال ليه بيدونا في المدارس حاجات من العصر الجاهلي؟ طب ليه مش ما حاجه من دلوقتي من موجوده يعني؟ ودايما كانوا يختاروا للشعر كويس من الدراسة وليس من الحفظ. يعني عليك انك تحفظ الوحش عشان تستمر. فالمهم يعني لما عرفت انه الشعر ده موجود، كان لي صديق اسمه عماش الله يرحمه، كان برضو مغرم بانه يعني يعمل تجارب في انه يشوف ايه الشعر ده. وكنا دخلنا بقى في مكتبة البلدية عندنا، دي موجودة من 1936، مكتبة كبيرة جدا وفخمة جدا وكده، وكنا نقدر نروح نقرأ ونستعير. اكتشفت كتاب اسمه علم الأدب. طب نشوف بقى، هيعلمونا بقى. الأب لويس شيخو اليسوعي، من مدرسة اليسوعية في ليبيا. وكتاب مليء بالبحور وإجازتها والزحافات كل ما يلزم لأي شاعر إنه يعرف إيه الموضوع. ولدرجة إن إحنا كنا كل سنة بنجمع الصفحات البيضة من ونعملها مجلدات. فأنا مليت يمكن واحد من دولت عشان خاطر أوريه بقى لصاحبي اللي بينافسني وأنا بنافسه. وبدأنا نصلح لبعض. ودخلت من هنا عالم الشعر. ومن هنا دخلت عالم الشعر. فاكر ده كان سنة كام تقريباً؟ ده كان بالظبط في اولى ثانوي. اولى ثانوي يعني كان سنه كام تقريبا برضه؟ 64. لا لا 64 او 63. 63 او 64. لان هو في اولى ثانوي كان ليا مدرس الفلسفه، ده كان شاعر بس شاعر كلاسيك. وقال يعني فلما عرفت كده حاولت ان انا اتجرأ واقول له انا كمان بكتب شعر، وايه رايك اشوف حاجات زي كده. فوريته قال لا كويس وساعدك وساعدني، لان انا قدمت له قصيده من 20 بيت، خد منهم 8 ابيات بس. ونشرهم في جريده وطني. هو كان استاذ مسيحي شربات يعني. وقطعها لي بقى وحطها في التابلوه، خلى المدرسه كلها تضرب لي تعظيم سلام. الدعم المعنوي الكبير ده جدا. لدرجه ان صدقت نفسي بقى، لا ده انا شاعر بقى. لا ما ينفعش. عم جار بتقول له 63 وفاكر التواريخ، اتقابلتوا امتى؟ احنا اتقابلنا في 65. بعدها بسنتين يعني. 65 بعدها بسنتين. بس انا كان ليا صديق قبل فريد ابو سعده، صديق مهم جدا
بقى رواق كبير جدا اسمه محمد المنسى انديل. انا اتقابلت مع المنسى انديل في سنه اولى اعدادي في مدرسه الاقباط الاعداديه اللي كان لسه متخرج منها دكتور جابر عصفور. يعني بينما ده بيتخرج ده لسه بيخش. ده لسه بيدخل. انا كنت اسمع عن المنسى انديل ومن ابن عمتي ويقول لي معانا واحد بيحب الكتابه زيك بالظبط. فانا كنت شغوف جدا ان انا اشوفه. فقال لي انه خبر سعيد جدا ان المنسى انديل جاي معانا مدرسه الاقباط الاعداديه. هي ايام ما كان بتاخد المجمع العالي. فانا وقفت على باب المدرسه استناه اقول له هو ده هو لغايه ما جه ولد نحيل جدا ابيض طيب جدا فاتعرفنا على بعض حتى اللحظه دي. حتى اليوم وحتى اللحظه والله. وانا والمنسى انديل خدنا بقى تجربه القرايه والكتابه احنا اتقابلنا اصلا واحنا كتاب. يعني في سنه اولى اعدادي. لكن كنتوا أيوة. كتاب بتكتبوا. كنا بنكتب. كنا طلعنا مجله. مجلات انا وهو نلم من كل تلميذ ورقتين اللي في الوسط ونعمل كشكول كبير. ونعمل مجله انا والمنسي بس كنا بنعمل فيها كل حاجه. وكنا نشوف الكاريكاتير من مجلة صباح الخير. وكان منسي يعمل استريبس اللي هو بتاع رسوم الأطفال ده. وأنا كنت بكتب رواية. ومرة تعبت فقال لي مالكش دعوة هكمل لك أنا الفصل ده. يعني دخلنا التجربة بدري قوي. وبالذات بقى تجربة القراءة. لأن احنا يعني على ما خلصنا أول إعدادي كنا تجاوزنا حاجات كتيرة جدا. كان ممكن كل واحد لوحده يقعد وقت طويل عنه. يعني على ما خلصنا الإعدادية كنا خلاص قرينا يوسف إدريس وتشيكوف وحسين عبد القدوس ويوسف السباعي ونجيب محفوظ أيوة. يعني على ما قابلنا كبرنا وزملاء عمرنا سعيد الكفراوي وجابر عصفور ونصر أبو زيد كنا خلاص خدوني نقلة تانية خالص. قلت لي بقى على عمنا سعيد. قلت لي قبل كده في لقاء قلت لي ده العمدة بتاعنا لحد النهاردة. طبعا صح؟ لا مش بس كده يعني أنا عايز أضيف حاجة. سن لا لا هو في المال. أنا عايز أضيف حاجة. اتفضل. هو مش العمدة بس. سعيد الكفراوي بالنسبة لي طول ما هو موجود أنا حاسس بالأمان. يا نهار أبيض على والله العظيم الحلو. كلنا كلنا يعني بنتساند على بعض الله لمواجهة صعوبات الحياة ولتطوير أدواتنا لكي نكتب ونعيش عصرنا ونقدر نعبر عن متغيرات الدنيا اللي احنا عايشينها. في الحقيقة جامعة المحلة دي بتشكل ليا وجود وتاريخ موازي لعمري. ويشاء السميع كلنا عندما نبدأ حوار أو لقاء أو وجود في الخارج عالم عربي أو غيره حين نبدأ الكلام تحضر تلك الفترة مجسدة في تاريخها وفي أيامها وفي طموحها وفي أحلامها بتعيشوا الحالة دي والباقي من الأشخاص حتى الراحلين منهم حياة كاملة داخلنا ولا ينسوا. نصر محمد صالح الحوتي رمضان ورمضان جميل كل دول لأن الجماعة دي أو الحركة دي بالذات من أطول الحركات اللي استمرت في تاريخ حداثة الأدب. إحنا بادئين 64 وحتى الآن مع بعض لا نفترق نضيف نذكر بعضنا بكل خير نفتح أبواب الكتابة مش المصلحة عمرنا ما كان لنا مصلحة ولا حلمنا بثراء ولا مشاريع ولا جوائز فقط لتطوير أدواتنا وكتاباتنا وأحدث صيغ الكتابة ظلت دي حتى منذ بدأنا كنا دائما حريصين على أن نكون أمناء
ملتزمين بوطنهم في الجروح. وجت هزيمة 67 فشكلت لنا معارضة، والمعارضة ساعدتنا على أن نغير أساليبنا في الكتابنا وفي اختيار، فكنا معارضين. إحنا كلنا لقينا جماعة في مصر اسمها جيل الستينات، حوالين مجلة بيقعدوا حوالين نجيب محفوظ، أحدث صيغة للكتابة في الوقت ده، دورنا عليهم. كنتوا كم واحد في الوقت ده؟ نعم، كنتوا كم واحد في الوقت ده؟ كنا الدائمين والمؤثرين ومن أبدعوا كان حوالي 8. جابر، نصر أبو زيد، محمد فريد أبو سعدة، جار النبي الحلو، محمد المنسى أنديل، رمضان جميل، محمد صالح، أحمد الحواتي، وأحمد الحواتي. 8 وانت 9 وانا 9 دائما انسى نفسي، دائما والله دائما ينسى نفسه على طول يا استاذ محمد في الكلام يعني وانسى نفسي. انا عايز اضيف حاجه. احنا لما كنا بنجتمع في نادي الادب من 64 بقى وطالع 65 كنا عاملين فاكر التواريخ يناير 65 على طول. لا احنا اسمح لي يا فريد، احنا كنا أنا والمنسي وفريد أصدقاء، كنا بنكتب قصص وبنكتبها في خشكول. أخويا بكر الحلو اللي هو بقى مترجم بعد كده كان بيدي درس في اللغة الفرنسية لنصر أبو زيد اللي هو الدكتور نصر أبو زيد. فبكر كان على هامش نادي الأدب يعني، وكان صديق جابر وصديق نصر مع حفظ الألقاب. فأخويا بكر خد الكشكول مني وقال للدكتور نصر لتلميذه بقى نصر، خد يا نصر ده جار وأصحابه بيكتبوا قصص. فخد الكشكول واش بينا، خد الكشكول وقروه كلهم وقالوا إن دول يعني يرجى منهم خير كثير، وفي منهم مختلف وقال لا يرجى منهم خيرا كثيرا. ودعونا ان احنا نحضر ندوه في قصر ثقافه المحل. انا والمنسي أنديل وفريد ابو سعده رحنا، طبعا دخلنا حجره نادي الادب، صمت ده في قصر سكون زي الاستوديو ده قصر شيء قصر ايه؟ عبد الحي خليل اللي كان عضو مجلس الشيوخ زمان. باشا باشا قصر باشا يعني كان ممكن ما تقدرش تمشي قدام القصر. ده اللي خلانا نعمل كده ان احنا يعني موهوبين. فدخلتوا يعني كانوا بيناقشوا قصه اسمها الرحله لسعيد الكفراوي. اول صدمه اول صدمه. والشخص الجميل الابيضاني المنور ده اللي هو بقى فيما بعد الدكتور جابر عصفور قاعد يتكلم كلام غريب جدا. تالتة أداب. طب احنا بقى نكمل الحكاية مع الشخص الجميل الأبيضاني المنور. دكتور جابر عصفور على التليفون. دكتور جابر أهلا بيك. والله دكتور جابر أهلا بيك وبيهم، حبايبك بيتكلموا عنك. لا دول هم أحبابي أكثر. أحبابك أكتر. بداية يعني تشكيل شلة المحلة بالنسبة لحضرتك كانت إيه؟ لا كان بالنسبة لي مجموعة جميلة جدا. أنا كنت جاي في أجازة من القاهرة أظن سنة 63 إن لم تخدني الذاكرة، ولقيت مجموعة جميلة كده قال لي عليها أمين المكتبة بتاع قصر الثقافة. كنا في قصر عبد الحي خليل. وبعدين رحت حضرت وكانت مجموعة ظريفة جدا. فاكر قابلت مين؟ فاكر طبعا. كان نصر حمدي أبو زيد الله يرحمه. الله يرحمه. وكان أحمد عصر الله يرحمه برضه، كلهم اللي كان أغلب اللي كانوا موجودين عليهم رحمة الله. وبعدين ومحمد صالح شاعر عليه رحمة الله. وسعيد الكفراوي. وكان سعيد الكفراوي ده عصبي جدا في ذلك الوقت. ولكن عصبيته محبوبة. فالمهم انتهت الندوة وبقينا أصدقاء، بقينا نلتقي كل أسبوع في النادي الأدبي في قصر ثقافة عبد الحي خليل. واستمرت العلاقة وبدأت، وديك شايفة أهو سعيد قاعد جنبك وأنا شايفه
وكلنا كان شعرنا ابيض. ربنا يديكم الصحه والعافيه ولبكم كمان بيضه. اهلا بيكي. طبعا النهارده يا دكتور تكريم عندنا بسيط كده وتقدير بسيط كده لشله المحله. النهارده معانا درع لحضرتك هيوصله اصدقائك. نعم. منورني طبعا شعر محمد فريد ابو سعده واستاذ سعيد الكفراوي استاذ جار النبي الحلو، وتحياتنا ليك والف سلامه عليك يا رب دايما بخير وصحه. الله يسلمك والف شكر وتحياتي لكم جميعا. اتفضل اتفضل استاذ سعيد بيكلمك. اضافه. احنا كنا بادئين عارفة بروح القرية والبدايات الأولى وكانت القضايا اللي شغلانا قضايا وقتية خاصة بالإقليم إلى أن حضر جابر عصفور. كان لسه ما يزال في أداب، اتغيرت مفاهيمنا للأدب وتغير إحساسنا بالكتابة ونظرنا لأشياء جديدة جاءت معه. نبهنا لمذهب اقتصادي ما كناش نعرفه، الماركسية. ونبهنا لمدارس نقدية لم نكن نسمع عنها. ونبهنا لطبيعة الكتابة الحديثة حيث بناء القصة وحيث رؤية الرواية. وكان أول باب حقيقي دخلنا منه إلى الحداثة. وظل معنا أسطى المجموعة. أو دماغها. حتى الآن جابر عصفور بالنسبة لنا واحد ممن قدموا يدا كريمة لنكون ما كناه ولنصبح ما أصبحناه، باقي في القلب وفي الضمير وفي ذكريات العمر. يا دكتور جابر. نعم يا حبيبتي. ايه رايك في الكلام الحلو ده اللي قاله عم سعيد؟ عايز احلى من كده؟ ده يعني كلام جميل قوي والله. يعني عايز احلى من كده. احنا بنشكرك يا دكتور جابر وبنحييك طبعا على كل ما قدمته لاصدقائك واصحابك شله المحله، وكل اللي قدمتوه للثقافه المصريه، اثريته الحاله المصريه والثقافه المصريه. بنشكرك يا دكتور وان شاء الله دايما بصحه وعافيه يا رب. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. وارجوك بلغيهم جميعا تحياتي وقبولاتي طبعا. طبعا طبعا هم سامعينك. نورتنا يا دكتور. شكرا. شكرا لحضرتك. طبعا بعد الكلام الحلو ده اللي قاله يا استاذ سعيد على دكتور جابر، عايزه برضو اروح مع حضرتك بقى للغائبين من القعده دي بما فيهم طبعا دكتور جابر حضر معانا. الغائبين ذكرياتهم ايه معاك لو فاكر كده الحكايات تحكيها لنا؟ بس انا كنت قبل كده عايز اضيف حته واحده، ان احنا مع الثقافة الجديدة اللي جاية لنا من يعني طازة من جابر وهو يعني بينزل أجازة. يعني بقينا أكثر شراسة في التعامل مع النصوص. كأننا صقور بمحبة شديدة جدا. لكن كان مطلوب إن احنا كأننا تجريدة رايحة للقاهرة عليها إنها تستعيد. لما عشان كده سمونا المجلس المحل الملي وسمونا شله المحله. باعتبارنا جايين جاهزين. سمونا المافيا. المافيا والمجلس الملي. والمجلس الملي. والمجلس الملي. فيعني كان علينا ان احنا نكون قادرين على الرد على اسئله. لو حد قال قصيده ولا قصه ولا بتاع وحد يجي يتكلم قادر ترد عليه. انت فاهم بالظبط يعني ايه التجربه بتاعتك. وقادر تدافع عنها. دافع عنها حقيقي، مش يعني مش بالباطل يعني. فده كان اهم ملمح لتجربه نادي الادب ده. انه كون مجموعه مرجعيه. يعني ايه مرجعيه؟ يعني انا قادر اثق في كل الناس دي في ذوقها وفي رايها وفي نقدها، لاننا عايشين مع بعض وبنتطور مع بعض. فاهمين التكوين والتشكيل كان ازاي. وده بينعكس على انتاجنا. فلما نروح نتقابل مع اغراض في القاهره او في اي حته نقدر نرد ونقدر بوعينا من تجربتنا وبوعينا بالثقافه الادبيه العامه اللي موجوده ان احنا نقدر نرد ويكون لنا راي حقيقي. الرحله للقاهره، ان القاهره تعرف شله المحله، بدات امتى؟ بدات بخروج سعيد الكفراوي. والله اول واحد راح المحل اكتشفت قعده نجيب محفوظ على مقهى ريش.
وجبتهم وجيت ووصلكم بقعدة نجيب محمود. هو قابل جمال الغيطان عند سور الأزبكية وقال له ما تعرفش أشوف نجيب محفوظ إزاي؟ فقال له تعال تعال استناني هنا يوم الجمعة وأنا أخدك. خدني جمال الغيطان لمقهى ريش في ندوة نجيب محفوظ وجينا بقينا نيجي سوا بقى لغاية ما انتقلنا كلنا للمحلة إلا جار اللي قاعد في مدينة المحلة الكبرى. واللي عايز تقول إيه يا أستاذ جار؟ لا عايز أقول إن الخروج بدأ بخروج سعيد الكفراوي بأحلامه وطموحاته، وسعيد ما لا يكتفي بالمشهد العادي. لا فعلا بيصنع حالة يعني بيصنع حالة وبيشوف وعنده تلقي مختلف عننا كلنا وحتى أداؤه مختلف عننا كلنا في قصصه وفي تصوره للعالم وفهمه. سعيد كان عنده طموحات كبيرة جدا وكان عنده ثقة في قدراته وثقة في حكيه. فلما راح القاهرة بعديه راح محمد صالح ده شاعر كبير حقيقي وشاعر خاص جدا وله تميزه الخاص جدا، وكان بيشتغل في المحلة في مضارب الأرز، وبعدين اتنقل القاهرة بقى في المطاحن والمخابز ولغاية ما بقى محمد صالح الشاعر المهم جدا صاحب اللغة الرصينة. محمد صالح وبعد محمد صالح راح فريد أبو سعدة ولكن لظروف التحاقه بكلية الفنون التطبيقية. في الجامعة يعني زي دكتور جابر ما كان أسبقنا كلنا طبعا. هو دكتور جابر هو كان في الجامعة. دكتور جابر ده كان بيجي يزورنا بس وزي الدكتور نصر أبو زيد ما كان دبلوم صنايع وذاكر خد الثانوية وراح كلية الآداب بقى الدكتور نصر المفكر. أنا بس عاوز أضيف إضافة سؤال مهم. إيه اللي قدمته الجماعة دي للثقافة المصرية؟ هي عارفين بالظبط ايه اللي شكلته فينا وايه اللي قدمته لينا جميل وايه اللي عملته لينا، لكن هسمعه من حضرتك. اتفضل. الجماعه دول فيهم المفكر وفيهم الناقد المنوع وفيهم الشاعر وفيهم كاتب القصه وفيهم الروائي. ايه اللي اضافته جنب التيارات اللي طلع في ذلك في الزمن ده زي جيل الستينات والسبعينات؟ كانوا بيتميزوا بأمانة شديدة لاكتساب المعرفة. وكانوا بيتميزوا انه يبقوا على مستوى آخر انتاج النموذج في قلب الحداثة. فريد 14-15 ديوان ورواية وسيرة ذاتية مسرح وإطلالة على الوجود ماضي وحاضر ومستقبل. الله. وشاعر مرهف الحس لدرجة إن فطرته فطرة شاعر ما فيش كلام. شاعر بخاف أكتب عنه لأنه كده بتخاف تكتب عنه فعلا؟ لأن بالنسبة لي أي كتابة نقدية عن الشاعر ده مش هتدي له مقامه. جار كتب للأطفال أجمل ما كتب للأطفال وأحن ما كتب للأطفال وأب حقيقي وأب حقيقي لأبناء الوطن وروائي وكاتب قصة. الدكتور جابر أستاذ النقد طبعا والمفكر وواحد ممن يعني ايه شارك في خلق النص الحديث في النقد العربي. صحيح. وراجل ربنا سبحانه وتعالى وهبه بإرادة لا حد لها على الإبداع وعلى الكتاب، حتى الآن ما زال يقوم بدوره. ومن يوم ما عرفناه كان ناقد المجموعة لدرجة أنني في ذلك الوقت كانوا يبعتوا لي من القرية فطير واحنا كلنا قاعدين كان ليا شقه نقعد فيها. فكان الدكتور جابر يجي شاب اصغر مننا سنا شاب وجميل وكده، فانا قلت مصطلح
ظل قائما الى اليوم. عارفه قل يا جابر النقد يحب التغذيه. فعلا فسارت مثلا حاجات على المستوى ده. فسارت مثلا. فاقول لك ايه؟ اقول لك إيه؟ محمد صالح الله يرحمه ويحسن اليه من الشعراء الذين لا ينسى شعرهم ولا قصائدهم. وكان انسان خضنا معه تجربه الحياه وتجربه الدنيا. حتى يفتكرنا الله جميعا. لكن اللي انا عاوز اقوله سعيد الكفراوي يعني ان هذه انت اتكلمت عنهم بس ما أيوة اتكلمتش عن سعيد. ان هذه المجموعه عاشت بامانه وكتبت بامانه وتعبوا على اللي كتبوه، لذلك ما كتبوه سيظل طويلا على الورق. اما انا كتبت عن القريه المصريه العديد من النصوص. اتمنى ان يدق منها كم قصه اعترافا بالجهد والالم. ربنا يديك الصحه. شكرا. والعافيه. الله يخليك. الله يخليك. عايزين نتكلم، هل في ناس عدت عليكم من اماكن اخرى؟ قلنا المنصوره. نعم. مثلا. نعم. ابراهيم رضوان. اول قصيده نشرتها كان مع احمد عسر، كان ماسك هو مجله الشباب قبله يحيى الشباب. يحيى الطاهر وادوار وجمال عطيه ابراهيم. لا ابراهيم رضوان انا نشرت اول مره وهو اول مره في مجله الشباب دي. وبدا يبقى في علاقه بين ادباء المنصوره وادباء لا انا هقول الاستاذه اللي احنا في تحولنا الى مركز. وعندنا في حجرتي اللي فوق السطح وفي شقه سعيد الكفراوي اللي في السبع بنات جالنا، كان عندنا يعني بيجي لنا من كل المدن المجاوره والبعيده. جالنا كان بيجي لنا بشكل شبه دائم القاص صالح الصياد الله يرحمه. ويعني هو من طنطا وكان تقريبا بيحضر كل ندوات النادي. جالنا عبد الستار محمود ايضا من طنطا وكان شبه متواجد في مدينه المعلم. من كده سمير الفيل. اما انا هقول ناس تانية من ابعد يحيى وخليل. ما هو لسه بينها وبين الكرم. من دمياط جالنا محسن يونس وسمير الفيل وهم صغير يعني وسمير صغير خالص. من كل ده كان الادباء الشبان الصغيرين. ايه اللي حصل بقى؟ سعيد الكفراوي جاب لنا جميل عطيه ابراهيم وخليل كلب. قصاص وروائي كبير. انا اقدر اقول لك ان هذا اللقاء هو اللي غير حياتي شخصيا. ومبروك. ايوه طبعا لان خليل لما اخدش مننا وقصصنا. خليل ناقد كبير وشاعر ومؤثر وشبه وراجل مهتم بالماركسية وزعيم فيها. خليل كلفت. ايوه طبعا. خد قصصنا وشعرنا وداهم للراحل العظيم التجراسي الاستاذ عبد الفتاح الجمل. في جريده المساء. اللي قدمني على الفور على الصفحات مع وصرنا جزء من حركه ثقافيه كان بيتسيدها وابرز نجومها يحيى الطاهر عبد الله وابراهيم اصلان وجمال الغطاني. والابنودي وامل دنقل واحنا جماعه وقفنا في الصف محمد عفيفي مطر. محمد عفيفي مطر. وقفنا في الصف معاهم. كان ثم الراجل ده هو جاب لنا ادوار الخراط. ادوار. ادوار وهو من هو جبت القريه. إيه 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 66. 66 ده زمن مغل يعني. 66 من 50 سنه الكلام ده. خلي بالك ان هؤلاء الناس وهؤلاء الكتاب الكبار ما جالناش كده، ما جوش عشان يتفسحوا، جم لاننا فعلا كنا منتجين لكم ثقل ادبي وثقافي ولافتين للنظر. جار. وبهاء طاهر والبرنامج الثاني. وبهاء طاهر والبرنامج الثاني كنا واحنا عيال. طبعا واحنا عيال. ده كل ده لا كتير كنا بنبعت يعني قصايدنا وقصصنا للبرنامج الثاني. عند بهاء طاهر وعند ابراهيم ابو سنه وعند مش عارف مين. فيتذاع الحاجات ديت. ونقعد ماسكين ودننا بنسمع.
الراديو. الراديو ما فيش غير كده. احنا بيننا وبين القاهره قد ايه؟ اول ما جيت القاهره وشغف المدينه بقى الاستقرار فيها والعالم الكبير والشلل الثقافيه المختلفه والثراء الكبير وانتم شغوفين بيه، قصه ان انتم تبداوا تستقروا واحد تلو الاخر لحد ما يفضل بس على مجر لوحده هناك. مظبوط. قصتها ايه بالنسبه لكم؟ كان امين للمكان، امين للمكان. والمتش في الامر ان وجوده المحل ده يعني اعطاه منحه او اعطاه انه بقى جزء من الحركه الادبيه في مصر وهو قاعد في المحل. لا عمل جهد للانتقال للعاصمه ولا بحث عن اعلام ولا عن صحافه، وهو في المحله الكبرى اصبح واحد لا تذكر الكتابة الجيدة اللي على رأسها جار النبي الحلو. ما قلتلوش تعالى واخرج وما جربتوش معاك؟ كان استقر. كان مصر يعني؟ لا كان استقر بقى. وعلى فكرة مكوسه استقر يعني ايه؟ اتجوز وارتبط وقعد خلاص. لا وواضح ان كان بداخل جار علاقة بالمكان حميمة جدا. حميمة. وكان بطبيعته ينزعج من ضجيج المدينة. صحيح. وهو شاف انه متحقق وتركناه يدافع عن ماضينا. يعني مسك سيف وبيحارب عن ماضينا. الكلمة عن دي عن قوية ذكرياتنا. جدا يعني تركناه يدافع عن ماضينا. كان حارس امين على حياتنا في الاقليم. على اي حال، المهم جينا بقى، انا جيت ولقيت القاهرة وكان جيل الستينات في الوقت ده 68 كلهم اتنبأوا بالهزيمة قبل ما تقع. أمل كتب البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. عفيفي كتب النهر الأقنى. صنعلة كتب تلك الرائحة. عبد الحكيم قاسم كتب أيام الإنسان السبعة. وكل ده فيه نبوءة إن مصيبة هتحصل. القراءة المستبقة زي إنذار جرس بيضرب في البلد وحصل. فكلنا رجعنا للمعارضة وطالبنا بصيغة جديدة للمستقبل وشكلنا للمعارضة، فكان أغلبهم مصيره السجن بلا استثناء. كلهم شرفوا سجن عبد الناصر. وسعيد شرف برضه. وانا شرفت. انت عارفه الحكايه. لما ذكرت بعد كده كمان وجودنا مع الحركه دي طور ادواتنا وافراكم ثقافيا وخلانا نكتشف كتب جديده ومجلات جديده وندخل معارك جديده ونتالم وسط هذه الجماعه كثيرا باكثرنا تجربه واكثرنا عدوانا وصمدنا لغاية ما بقينا كده كتاب نجوم لا طموح لنا خارج الكتابة. على الإطلاق ليس لنا أي طموح خارج الكتابة. عم سعيد، عايز أسأل حضرتك وعايز أسأل أستاذ محمد. الثراء هو قال لي في الأول وكرر لي الكلمة تاني متعلقة بالثروة من وراء الكتابة. الثراء بالنسبة لكم كان إيه؟ كان إني بس مثلا الناس تبقى حافظة ليها قصيدة، بس ان الناس حافظة حاجة ليه. بس ثراء. يعني انا هقول لك كلمة. مرة عبلة الرويني بتسأل ادونيس، وده في حوار في اخبار الادب. بتقول انت بتطمح الى ايه؟ قال لها ان انا اطمح ان انا اكون راجل شعر كلاسيكي. انا ما فهمتش الكلمة وبقيت مندهش. التاريخ كلاسيكي يعني هو في الوعي الجمعي موجود. ده الكلاسيكي مرجع للذاكره الانسانيه بالنسبه للناس. يعني هو في المخيله ولو بقصيده ولو بمقطوعه. ده الثراء الحقيقي يعني البني ادم مننا يعني. انما الفلوس راحه جايه. ما بتجيش. راحت وجت. راحه جايه. كلنا كنا ما بتجيش ازاي يا عمرو؟ لا انا عن نفسي قاعد في المحله ماليش دعوه. انا عمري ما توظفت. سبع ثمان سنين في بنك التسليف. ورحت السعوديه ثلاث اربع سنين. وانا انتهى بالنسبه لي الامر ان هيمنجوي بيقولوا ايه الكتابه؟ الكتابه.
فقال الكتابة دي حياة في العزلة. وإن أي كاتب جيد لازم شخصياته تخرج من قلبه، يتعب عليها، ولما يتعب عليها تعيش طويلا على الورق. خدت بالك؟ واحد تاني قال الكتابة مثل الجرح ولكنه جرح لا ينسى. مثل هذه الأمور نبهتنا إنك تتميز أو تكون صوتك أو تكتب بإخلاص عن ذاتك. خدت بال سيادتك؟ إيه ده؟ استبدلنا المعاني دي بأي حاجة. لا عوزنا فلوس ولا كتبنا السينما ولا التلفزيون ولا سعينا للصحافة رغم عروض تعرض علينا نكتب للسينما. أنا ليا تجربة في العراق، فيلم طويل 3 ساعات مطوع وباين. كتب لسات الكل اتسرق وقالوا في الآخر إن سعيد الكفراوي ده كاتب كبير يكتب باسم مستعار. يكتب باسم مستعار؟ مفيش حاجة اسمها سعيد الكفراوي. ده وهم. ده في واحد كبير بيكتب باسم سعيد الكفراوي. قالوا كده اللي خدوا القصة قالوا عليا الكلام ده. من فرط الإبداع اللي فيها يعني. لا مش من فرط، مش عارفيني. أنا بوجد لهم مبرر يعني. فرط إيه؟ مش عارفيني. عراقية مش عارفيني. عم جر، لو قلت اسم المخزنجي بالنسبة لك إيه؟ كتير جدا، معلش واحد صغير كتير جدا. بيتخيلوا ان المخزنجي ده من محل، وهو مش محل، ده من منصورة. من كتر ما بيجي المحلة الناس افتكرته من المحل. والله مش كده. المخزنجي بالنسبة لي هو الروح. خد بالكم من ده، تنسوه. مخزنجي. الله، انا فاكره الروح اللي انا اتعرفت عليه بدري سنة 70. وبقى هو البلسم اللي أنا عايش بيه. أنت حنين قوي يا عم جار، يعني كلامه حلو قوي والله. لا والله ده حقيقي. كلامه جميل والله، كلامه وروح إحساس وروح وموهبته. صح. اللي كان المخزنجي، أنا كنت في بيتنا، بيت 3 أدوار كده بجنينة، وأنا جنينة صغيرة، وأنا كنت في الحجرة التي فوق السطح. كنت أدخل ألاقي النور متقاد وأنا جاي، أدخل ألاقي محمد المخزنجي نايم قاعد كده مستنيني. كان لازم أشوفه تقريبا يوميا. كان بالنسبة لي هو، أنا أحكي لك حكاية مهمة جدا على الملأ. كان بيجي لك من المنصور؟ طبعا. ده انا ابني لما كان بيشبط فيه كان في مره قال له طب انا رايح، انا ابويا تعبان هدي له حقنه وارجع. كانت الدنيا بتمطر مطر شديد. بعد ساعه ونص تقريبا لقيته راجع. بقول له ايه مخزنجي؟ قال لي لا انا قلت لحسام انا راجع. والله. انا احكي حكايه. المخزنجي كان ابن من ابناء الحركه الطلابيه الثوريه انذاك. كده كويس. كان يجي لي الاوضه اللي فوق السطح، او عرفنا عليه محمد المنسي قنديل. وكان ارى لي قصه في جريده كان اسمها الطلاب، قبل المساء وقبل الحاجات دي كلها، وقبل المنسي قنديل، وقال له عندكم واحد بيكتب حلو قوي اسمه ايه؟ الحلو صلى على النبي. الحكايه انه في يوم المخزنجي قال لي باختصار، أنا معايا قصة قصيرة وعايز أقراها لك. قريت القصة القصيرة، إبداع. يجي لي بتاني قصة، إبداع. بتالت قصة، قلت له أنت لازم تنشر يا مخزنجي. قال لي لا أنا ما أقدرش أنشر. قلت له يا مخزنجي أنت بتكتب أحسن مني. كنت أنا بنشر، كنت بنشر في المسا وفي سنابل، وقلت له يا مخزنجي أنت بتكتب أحسن مني. فرفض النشر. فما كان مني سامحني الله إلا أن أنا رحت وبقيت أسرع القصص منه وانشرها من وراه. قال لك إيه لما عرف كده؟ هو عارف طبعا. وهو لغاية دلوقتي يقول جار اللي نشر لي. وجار اللي خلاني أكتب قصص أطفال. لما كان ليا تجربة في مجلة علاء الدين وسبتهم بعد شهور قليلة في القاهرة، ورجعت فورا للمحل، كنت هموت. ليه كده؟ يعني فوبيا. رحت له البيت، كان قاعد في المعادي.
مخزنجي؟ قال لي ايوه جار. قلت له اكتب لي قصه الاطفال عشان اخدها بكره وتترسم. بقت عثمان ارسمها ونزلها. هو انا بكتب قصص اطفال؟ قلت له هتكتب. انا قلت له هتكتب. اتعشينا وقلت له قوم اكتب. كتب خمس قصص للاطفال تحفه. كتب خمس قصص؟ ايوه قصيره. تحفه نادره. يعني وقول لي انت اللي خليتني اكتب الاطفال وانت اللي نشرت لي من ورايا. ازاي؟ ازاي الواحد يبقى مع ازاي انا بقى عارف ان هو بيكتب احسن مني وبخاف منه؟ وجود محمد المخزنجي بكتاباته وبقامته خلانا كتاب كويسين. وعلى فكره اتفضل اضافه بالنسبه للدكتور محمد المخزنجي، انا طول عمري احساسي الخاص تجاه محمد المخزني انه جزء من المحلويين. ايوه كتير بي ما جاش على بالي ابدا انه من المنصوره، رغم محبه محمد المخزنجي للمنصوره. لكن احساس الشخص طول الوقت ان المخزنجي جزء منا. انا شفته بدري وهم في كليه الطب، هو والمنسي طب المنصوره محمد جابه على الشقه سنه 70. ايوه سنة 70 ومحمد المخزنجي مش جزء مكمل وجزء أساسي من تلك الجماعة. يغيب ويختفي وهو قليل الخروج، وعكوفه على نفسه وعدم اختلاطه سمة أساسية من صفاته. لكنه حاضر دائما ككاتب موهوب متميز طبعاً. إضافاته لا تنسى سواء ما كتبه أو في العلوم أو في علم النفس أو غيره، وإنسانيته كإنسان لا ينسى، عذب وجميل. مش أنا اللي بقول كده، الحياة الأدبية كلها صح. بتقول على محمد خلاص يا سعيد نضم لشلة المحل. احنا مفيش حاجة مفيش انا بعتبره جزء من ده بعتبر محمد جزء من اللي متابع بيعتبره من شلة المحل يعني. استاذ محمد اخر قاعدة كده فاكرها اتجمعتوا فيها ندوة، حدث حاجة شفتوا بعض كده وبعد كده ما التقيتوش كمجموعة تاني، فاكرها؟ يوم تكريم استاذ جوهر في رمتان. ايوه كنا هناك، كان منسي موجود وانا كلنا استاذ سعيد كنا بنكرم الباقي اللي موجود. ما خلاص لا مش انا كده اخر مره عفوا مدام بنطفي النور. لا منور دايما النور. يا رب لا لا النور هيفضل ده احنا ما هنمشي هيفضل نورنا موجود يطفي النور. انتم منورين دايما برضو يا رب. ايه ده شعر ده يا جماعه والله في على فكره انا على ثقه انا على عشان القعده جد قوي ففي طرفه حلوه اتفضل. سافر جار النبي الحلو الى السعوديه في ملتقى الجنادريه الأدبي. في كاتب سعودي جميل جار الله وموهوب اسمه جار الله. فاشتبك مع جار في خلاف. فجار الله بص لجار النبي قال له يا جار إن كنت فاكر نفسك جار النبي أنا جار الله. بس حاجة ظريفة يعني. أذكر آخر حلو. كان لنا لقاء لما التقينا في المجلس الأعلى للثقافة كان سعيد وأنت وأنا ودكتور نصر والدكتور جابر. لما رحنا اتغدينا سوا وقضينا يوم كلمناش عن نصر قضينا يوم والله العظيم ثلاثة كنا زي طلبة الثانوي في منتهى الفرح والبهجة والفرح يعني كانت حالة. واحنا كبار كده على فكرة من كام سنة قريبة ده من كام سنة تقريبا يعني ايه قبل وفاته قبل وفاته على طول قريب يعني كنا شعرنا ابيض يعني وكنا يعني هو كان بقى نازل من هولندا نازل من هولندا هيقعد في مصر بقى مسموح له عشان نعطيه حق مفهوم يا ست الكل بقى مسموح له نصر لازم يذكر بالخير نصر طبعا ما انا بقول ايه فكان دكتور جابر عايز يعني يكرمه وعايز يحتفي بيه ودعانا يعني انا جاي لوحدي
على جابر العصفور وانت جاي لوحدك فاكر سعيد كلنا اجتمعنا بالصدفه ومحمد صالح اجتمعنا بالصدفه في عند الدكتور جابر العصفور خدنا عزمنا على الغداء فجاي فريد طلب حاجه فانا قلت له زي فريد بقول للجرسون فالدكتور جابر قال لي ما تطلبش زيه انا عايزك تطلب حاجه لوحدك عشان انتوا اصحاب يعني فانت بتطلب زيه في ذكر مآسر نصر اتفضل نصر اول ما التقيت بيه في المجموعه دي نصر بيدور عليا وقال لي انت بتكتب قصه قلت له فعملنا حكايه نادي قصر ثقافه المحله نصر كانت ثقافته اعلى منا درجه وكان شاعر عاميه وكنا مسميينه صلاح جاهين المحلة الحجم سنة 69 كانت الثقافة العامة بتاعت قصر بتاع وزارة الثقافة الثقافة الجماهيرية كان اسمها الثقافة الجماهيرية كانت عاملة مسابقة واحنا تجرأنا وقدمنا انا والمنسي وانا وسعيد وناصر وناصر انا اخدت برضو جايزه في طلعنا بالترتيب الاول المنسي انا الثاني جاري الثالث لان لا ما كنتش موجود ما كنتش معانا هو الدكتور نصر ايامها ما كانش اسمه نصر ابو زيد كان بيكتب نصر حامد رزق هو بعد رزق ابو زيد في الوقت ده نصر ابو زيد في الوقت ده نصر الدكتور نصر عليه رحمه الله يرحمه كان دبلوم صنايع شغال في النجدة بيصلح اللاسلكي خدت بال سيادتك ذاكر وكان يربي أسرة من أطفال ثلاثة وأم وكان عشان ياخد ثانوية بالثلاث سنوات كانت حاجة اسمها ثلاث سنين أنا وهو ذاكرنا الثانوية هو جاب مجموع وأنا ما جبتش هو دخل أداب وذاكر حتى حصل على الدكتوراه وتعين معيد واستاذ جامعه واصبح نصر ابو زيد المفكر صاحب المذهب ابو الاختلاف المجتهد المضيف كثيرا للوعي العربي والعقل العربي ومات عليه رحمه الله شابا جميلا ومبدعا عظيما الله يرحمه ويرحم الجميع ويا رب يديكم الصحه والعافيه تكريم بسيط كده اتفضلوا يا شباب دروع كده بسيطه احنا نفسنا نعمل كل حاجه ولكن وجودكم النهارده لينا اكبر من اي حاجه ممكن نقدمها احنا سعداء والله احنا سعداء فاحنا بنشكركم جدا دي حاجه بسيطه دروع بسيطه من قناه تن تكريم لحضراتكم شكرا جزيلا والف شكر ده يعني تكريم يعني اخر العمر ده جميل ربنا يديكم الصحه وان شاء الله مش اخر العمر يا رب يبارك فيكم العمر الطويل يا رب ان شاء الله ليكم ابداع مستمر يا رب ان شاء الله نشكر القناه ونشكرك صديقه وروائيه وروائيه انا قريت شغلك ومش عاوز اقول علشان الناس ما تقولش بيعمل اعلان عشان عجبك المهم يعني طبعا كلمنا في الروايه علشان نناقشك تيجي لنا المحل عشان لازم طبعا ده شرف ليا الروايه ومستنيين اللي مستخبي ان شاء الله باذن الله اخدها المصريه اللبنانيه ربنا يخليك تعيش يا استاذ سعيد انا بشكركم ونورتوني ويا رب دايما في صحه وفي عافيه وفي سعاده وفي راحه نفسيه وتصالح زي ما احنا شايفينكم زي ما احنا شفناكم ألف ان شاء الله شكرا. مزيد من الاثراء الادبي لينا وتفضل اخلاقكم وحبكم قدوه لينا ده الاهم اللي قدمته لنا فعلا الخلق بشكركم شكرا, شكرا جزيلا الشاعر الكبير محمد فريد كلها رضا كلها رضا حلقه كلها رضا شكلنا صحيح حلقه شكلنا رضا ومحبه ربنا يديكم الصحه والعافيه ألف ألف شكر. شكرا لحضراتكم شكرا لاستاذنا وعمنا سعيد الكفراوي شكرا الله جزيلا يخليك. ربنا يديك الصحه شكرا عمنا الجميل الحنين جار النبي الحلو يا رب دايما في حنيه كده وسعاده ورضا ومزيد من الابداع ان شاء الله ويا رب نشوفكم دايما بخير وصحه وعافيه اللهم امين شكرا جزيلا ليكم النهارده ما فيش كلام يتقال بعد الكلام اللي اتقال شله المحله شله الثقافه الخلق
الأدب، الصحوبية الحلوة، صاحب اللي بيقول على صاحبه ده أحسن مني، صاحب اللي بيقدم صاحبه، الصاحب اللي بياخد شغل صاحبه عشان ينشره له لأنه مؤمن بيه، صاحب اللي بيتكلم على أصحابه اللي رحلوا واللي عايشين بأحلى كلام. النهاردة كان الوقفة مع الخلق أولاً ثم مع الثقافة تاليا، والثقافة هي الخلق والخلق هو الثقافة، الاتنين وجهين لعملة واحدة تعلمنا منهم مراحل كتيرة، إبداعهم كبير جدا، أثروا الحياة الثقافية والفكرية ولحد النهاردة بنتعلم منهم، ودي كانت وقفة بسيطة جدا معاهم. يا رب دايما نشوفهم بخير. نخرج مع حضراتكم فاصل ونكمل معاكم في المساء مع قصبة.